كل عام سليمان. أنا شايف يعني رغم أسرة فيها ابنك استشهد وستة، لكن عندك سلام في قلبك، إيه ده يعني؟ نشكر الله. إيه نشكر الله إزاي؟ إزاي ده كله عندك؟ المسيح قال له المجد، قال حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا من أجل الذين يسؤون إليكم. يعني أنت عايز تقول لي إن الغفران اللي في قلبك هو اللي اداك سلام؟ ايوه، وهو على الصليب قال اغفر لهم يا ابتي لانهم يفعلون ما يدرون، يعني بيعملوا حاجه ما يعرفوهاش، وربنا يفتح قلبهم وينور عينهم. يعني انت شايف اللي حصل مع ابنك زي اللي حصل مع المسيح على الصليب؟ ما هو كده، مش سلموا حياتهم حتى هم يا باشا. ما لكن وانت قادر تغفر يا عم سليمان من قلبك؟ انا قادر تغفر؟ قادر تغفر أيوة للناس دي؟ ايوه، لما ربنا يفتح قلوبهم ويفتح عينيهم ويرجعوا لطريق الحق بنسامح انا برضه. لكن يعني بصراحه كده ما فيش مره كده يعني دمعه بتفط بتاع ده؟ انا عم اقول لك يا بيه، يعني اوقات في الليل ما برضه مهما كان البشر ده فيه النقص، يعني لما يجيني الفكر ده واقوم اصحى كده ما نمشي تاني خالص. ليه؟ طبعا لازم الشيطان ليه طريقه يوسوس. وبعدين ابنك برضه بتغلب الحكايه دي ازاي؟ بتغلب الحكايه دي ازاي؟ بالصبر. بالصبر. الصبر والصلاة. ونقول نشكرك يا رب. دي كلمة سحرية، يا نشكرك يا رب. دي كلمة نشكرك يا رب، دي كلمة خطيرة. تقول نشكرك يا رب الدنيا تتفتح معك. الحمد لله. يبتدي الله يتعامل معك. إن شاء الله. أنت عارف إنك أنت بكلامك البسيط ده عم سليمان بتشجعنا طبعًا. والله نشكر الله. نشكر الله. تعليم المسيح لو المجد علمنا كده. علمنا إيه اللي تعليم المسيح؟ نكتمل الألم من أجلنا، يبقى إحنا لازم نقدم حياتنا ليه؟ لازم نقدم حياتنا ليه؟ أكبر. أكبر. أنتوا خدتوا فرصة إعلان إيمان حقيقي. نشكر الله من العيلة خمسة كهنة. نشكر الله. أسألك سؤال تاني يا عم سليمان. نعم يا بيه. إحنا العيد اللي جاي اسمه عيد إيه؟ القيامة. طب قول لي العيد اللي جاي ده يبقى شكله عليك إيه؟ القيامة دي. إن شاء الله يبقى فرح. نعمل إيه؟ هتفرح. إن شاء الله نفرح. ليه طيب؟ نفرح مع المسيح إنه جاي. طب دي ليه علاقة بماجد؟ ليه علاقة بماجد؟ مع المسيح طبعا. هو ماجد ابنكم قام مع المسيح. طبعا. المسيح حي وابنك ابنك مش ميت، ابنك ايه؟ حي. حي مع طبعا. يعني نقدر نقول انتوا متعزيين، لكن نقدر نقول كمان مبروك عليكم الحدث ده، ولا صعب نقول كلمة مبروك؟ لا ده مبروك لما ضمنوا أبديتهم. نشكر الله. خدوها طايرة زي اللص اليمين. خدوها طايرة. طايرة. خدوها طايرة. اغتنموا الفرصة. مين قالك يا شر انك قتلت الرجا فيا وفشلتني؟ اما كرهتني وصنوف البغضة ورتني وقيدتني، وصرخت بحس عالي بالوعد والوعيد والتخويف والتهديد، وسجنتني وحجبت عني النور. اسمع كلمة الإنجيل، ما تتأيد ولا تنسجن ولا تزول، ولو زالت السماء والأرض تفضل باقية لظهر الدهور.